الوحدة أكبر أعدائي، نعم أم لا؟ ده أنا جربتها وعايشها، ولكن ربنا مطلعني مش عايزني أغرق فيها، لأن الوحدة هي قتل الإنسان عايش. بتطلع منها ازاي؟ لا، هو الخروج منها ده ربنا اللي بيحمي بقى. ليه؟ لأن أنا ساعات كده بقعد بثلاث أيام قاعد كده ببص لا شيء، مش ببص شايف شيء. في لا شيء يعني معناه اللي نافعني إن أنا بلغي عقلي، فبيعدي ده من عمري من غير ما أخد بالي. بتفكر في ايه بهالثلاث ايام بتكون فيها مع نمرة نفسك؟ واحد بفكر في بنتي الصغيرة ريهام. قد ايه صار لك ما شفتهاش؟ قد ايه بقى لك ما شفتهاش؟ شهر 12 عيد ميلادي أنا وهي وأخوها يوم واحد. وإذا كان الطرف الآخر عايز يدمرها هو اللي حيجني تمن ده. ليه؟ عمري ما قلت كلمة وحشة في حق أمها، ولكن هي مالت راس البنت لدرجة بنتي من ثلاثة أيام بتقول لي ليه يا بابي بتكذب؟ عمري ما أسمح لبنتي إنها تقول كده. قلت لها أنا بكذب؟ مليون مرة أنزل وأجيب لها هدايا وأجي رايح ما أكونش في البيت. أجي مش قلت لها طب تعالى أقف على باب النادي لغاية لما نيجي. أنا؟ طب ليه؟ يعني ده اللي بيجدد الكارنيه أنا. تدفع كل شيء والمصاريف. لغاية دلوقتي؟ عندها كم سنة دلوقتي؟ شهر 12 5. خمسة؟ خمس سنين. خمس سنين. آخر مرة شفتها كان عندها كم سنة؟ من شهر. من شهر. من شهر، وإيه بالصدفة باي ذا واي كده. وبعدين هي أم بابي قالت لي كذا، قالت لي بابي هتروح ولا هتبات معايا؟ قلت لها ما أقدرش أبات لأني سايب البيت وبتاع. قالت لي طب أجي أنا معاك. راح بصل مامتها كده وخافت بس كده، مع إن أنا نفسي يوم تيجي تبات عندي. مش معناه انا يبقى ضد امها، لا 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 لا، يا ريت. انا قلت لها سيب اللي بيني وبينك، خلي البنت تتربى على ان في علاقه جميله احنا الاثنين. بتنسى كتير قوي قوي وتقول حاجات غريبه جدا البنت، لدرجه بنت وهي بتقدم في المدرسه الخاصه فقالت لها خدي بالك يا ريام بابي بيقول لو قريتي قران لسانك هتقع. فالبنت قالت الجمله دي وهي بتختبروها، ما قبلوش البنت. طب ليه انا اقول لبنتي كده؟ اذا كنت انا ما بطلتش صلاه من سنين مش طويله وانا لسه فين لغايه دلوقتي وبقرا قران طول ما انا، اقول لبنتي كده؟ طب ليه تحفظي البنت جمله زي كده؟ خدي من ده كتير. ولذلك انا اعتمدت على القضاء. ليه الكره؟ ليه بتكرهك قد كده امها؟ لا ده حاجات كتير قوي تتقال في المحكمه ما تتقالش في البرنامج. طب يعني البنت عم تدفع الثمن؟ انا عملت اللي عليا وربنا يعلم، وانا واثق ان ربنا ينصفها. دايما بدعي وانا بصلي يا رب ما تورلهاش طريق وحش، يا رب بنتي كده. وانا قاعد اروح ضارب النمره في اليوم بالعشر مرات ما يردش التليفون، او يبقوا جوه البيت واحنا بره، او يبقوا بره طب احنا جوه البيت، اروح البيت ما لقاش حد. لدرجه بنتي بدات تنتقد ده وتقول لي يا بابي انت مش عايز تشوفني؟ انت ما بتقولهاش انا بحاول وبتصل بيك؟ ما يتقلقاش ده، لان بتاع التوك باك بيبقى مفتوح فالتانيه بتسمع والتانيه بتبص لمامتها وبتتكلم والخرزانه موجوده. تضربها؟ لا معلش عشان ما اطلعش من اللي انا فيه قدامك. ربنا مع البنت، وانا بقول كده والعالم كله عارف ومصدقني، لان انا عمري بنتي دي حياتي. لدرجه لما تيجي ونروح النادي تقول لي بابي اديني ايدك لا تقع، انا مش عايزك تقع يا بابي عشان ما تقعش. النبي هاتيلي السؤال اللي بعده عشان ما لا اكون كذاب. بس انت عندك معارف وعندك ناس وعندك وصايا. بخاف على اسمي لان الطرف الاخر لا يعنيه ان يحدف اي طوبه او اي ازازه، وانت عارفه انا من النوع اللي بعض الناس اللي يتكلموا عني بدون ان يصح ان يتكلموا. لأنهم ما يعرفونيش، ولكن كل المحاطين بيا في العالم العربي، في العالم العربي يعني. أنا لسه جاي من تونس، لا تخيلي في المطار الضابط سي حلمي أهلا أهلا جاب لي عجلة وبتاع ودخل القاعة، الموظفين الناس في الشارع تعالي كده معايا هتشوفي قد إيه الناس توقف العربية، لأننا عارفين إن أنا مش كذاب. فأنا وأنا قاعد كده كوني بحب بنتي ده مش كده، ومش هدعي واجي اقول انا بحب بنتي عشان لصالح قضيه،
ده كلام اللي بيقولوه اللي بيلعبوا بيه بعض المحامين، انما انا بحب بنت لدرجة البكاء بس. تعيط مع نفسك كل الليل عليها؟ انا مش هعيط النهارده. لا مش لازم تعيط. هقول لك ليه، لان الدموع لما تغلى ما ترميهاش على الارض، حطيها في طبق دهب. والطبق دهب هو القانون. والناس اللي حواليك ومحبة الناس ما بتكفي، ما بتعوضك. اللي حواليا يكفيهم ان هم بيرسوا لي، ما اقدرش اعمل حاجه ولا ما اقدر اعمل حاجه، ولقيت مليون خطا مش هقوله، واترك الامر للقضاء في انه ينقذ البنت، لان الباقي. بس استخدام انقاذ البنت كلمه كبيره، انت مش انت مش البنت فاهمه كل حاجه. وشوف 5 سنين معجزه، معجزه لما تقعد تدير حوار تلخبطك وانت قاعده. بص كده هقول لك، مره انا قاعد وصحفيه جت عندي فلابسه، فهي معديه كده ورحت ماشيه دور، فانا شايفه في مرايه، قومي تعالي، قالت لي نو بابي نو، فقلت لها اتفضلي اقعدي هنا وحط حاجه على رجلي، فقعدت، فراحت هي جايه قعدت على حاجه، راح بصلها كده. ده امتى؟ وهي سنها 3 سنين. لديك النهارده نزل صوره تم زواج، انا بتصور كتير مع معجبين، فنزلت صوره بواحده تم زواج، قالت لي بابي، قالت لي ايه ده؟ قلت لها بابا انت ما انت حضرت معايا في النادي كل معجبين بيتصوروا معايا وبتاع، قالت لي بس دي شكلها مش معجبه. قلت لها تعرفتي منين؟ قالت لي مامي قالت لي. قفلت بقي. عشان مش عاوز تكذب امها يعني. انا عمري ما اغلط، ولغايه دلوقتي باتفاقي مهما كنا عاملين نضحك مع ونتكلم، واي طلبات انت واي وانزل. يعني يوم ما نزلنا لسه قريب بتقول لي بابي عايز اشتري فستان، يا حبيبتي جاي نزلت وانا تعبان. رحنا دخلنا المحل يلاقي محلات ماي فتشاور. تعالي بقى انت قولي لها الله يا رورو، لو اتخدت ده تقول لك مش هشتري، يلا يا بابي نمشي، دي طريقتي بره، ما بحبش حد يقول لي. تدلى بدوس في باريس ولا مخل مستر باك، الو مستر باك، يجيب لي الموديلات وانا اقول له ويبعته لي خلاص. انما لما يقول لي يا ريت تاخد ده بتاع اقول له لا مش عايز، هي كده نفس الجينات نفس والطباع. ده الا الطباع لما تغضب يعني، يقلك كلمه اخر تليفون حد يقول لي بابي كده، قلت لي سوري بابي سوري بابي، وسكت تروح تقفل. زعلت زي السينما بالظبط، زعلت منها وزعلت زعلت. بس ما لازم ليه، انا عارف بيتقال لها ايه، ما لما اقعد اقول لها قولي لمامي ميرسي، قولي لمامي ثانكيو، عملت لك ايه، قالت لي عملت لي كذا، لا قولي لها قدام وقومي بوسيها، والله ما بيطلع باللسان غير كده رغم، والباقي خلص. علاقتك بهشام ايه النهارده؟ هشام بقى لنا 5 سنين جت الكورونا. هشام ابنك عنده كم سنه دلوقتي؟ هشام دلوقتي 42. 42 وبوزيشن حلو بس ما شاء الله. لا بكلمني بقول له اخر مره بقول له يا هشام انا قلت له عايز منك طلب، قال لي امر يا بابي اجي لك، قلت له خد بالك من اختك، راح معايا طلع من تليفون لانه ما شافهاش لغايه دلوقتي. هو زعلان منك؟ هي معلقه صورته كل ما تقوم تبصلي كده وتكلمه على الصوره. بس هشام زعلان منك؟ بس هو زعلان من اللي جرالي. بس برضه زعلان. اني طلعت من بيتي وان البيت اتدمر وكل حاجه. فيقول لي هو ما كانش موافق على الجوازه دي كلها صح؟ احنا تعودنا انا وهو له حياته ولي حياتي، انا لما اتجوزت لاني محتاج ان يكون حد معايا في البيت. وهو لما اتجوز كان بيكمل نص دينه زي ما بيتقال. خلاص؟ اتجوز من عيلة كريمة جدا وعنده بنتين وولد ما شاء الله عليهم. كنت بعمل لهم اغاني بالانجليش يغنوها وبتاع، فلما يكلموني كل مناسبة يكلمني بالتليفون عيد ميلادي يعني. فيكلموني ويغنوا لي. طب زعلوا ليه؟ زعل منك ليه؟ عمره ما زعل. اطلبه دلوقتي بالعكس، ده بيستنى مني تليفون وانا استنى منه تليفون، بس الشبكة عندي في المنطقة اللي انا فيها ديد. فمش في ايدي. انت سبت بيتك. ده ضربوني والمحامين عندي في البيت وفي الشارع سحلت، وبنتي موجوده لما السيجاره انا اتحرقت ايدي، قالت لي بابي فاكر السيجاره دي مين عملها لك وضربك على راسك بالعصايه، وراح ساكته مش هقول الباقي. ورغم هذا يا عيني على المظالم الظالمين،
عارفه لما يجي انسان يعيط لك فتقول يا خدت قلبي وبتاع، يا ده انت مفتري يا اخي. المدرسه دي حلوه قوي وبنعيشها، ولذلك انا بقول للقانون الاحوال الشخصيه وبقولها وبعيدها، اعطوا الحضانه لمن يستحق، مش هقول اكتر من ده، لمن يستحق. حته التفضيل ما تجيش كده، يا لكن مسؤول شؤون اجتماعيه هو اللي يقول التفضيل لمين، مش المحكمه كده من باب الطاقم تقول الحضانه للام اوتوماتيكال كتب الحضانه يعني. لا لكل حاله خصائصها، لكل حاله اسبابها وخصائصها، يعني بعيدا عن التعميم صح؟ والله ما بقيت عارف الصح فين والغلط فين، لان الاثنين دخلوا ببعض، فمطلوب ايه اجيب الودع اللي بيشوف البخت يرمي الودع ويقول لي اصح او غلط. لان انا عاوز ايه من الدنيا؟ عايز ايه من الدنيا؟ عايز اقابل ربنا بوجه سليم، وقابل بنتي بقدر الامكان بعمل الصح عشان اقابلها في الجنه. ليه؟ لان بطلب من ربنا اني يبعدنا عن كل خطا وكل بتاع، وبشوف بنتي اقول يا رب اعمل الخير عشان يقعد لبنتي. عايز اكتر من كده ايه؟